فاز الشيخ طلال الفهد برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي خلال الانتخابات التي جرت في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس بالعاصمة التايلاندية بانكوك اليوم، وحسم التصويت لصالح الشيخ طلال الفهد ليتم انتخابه رسميا رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي بعد منافسة مع أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلب. وقال المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان إن الشيخ طلال الفهد انتخب رئيسا جديدا للجمعية العمومية 42 للمجلس بعد حصوله على 24 صوتا مقابل 20 صوتا لحسين المسلم في الانتخابات التي جرت بمشاركة 44 دولة، مشيرا إلى أن الأغلبية البسيطة المطلوبة كانت 23 صوتا. كاميرائي تي في العدالة تابعت ردود الفعل في الشارع الكويتي على فوز الكويت بهذا المنصب الرياضي الرفيع مع الزميل أحمد العنزي. فرحة كبيرة للجماهير الكويتية بفوز الشيخ طلال الفهد برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي بعد تنافس قوي مع شقيقه حسين المسلم، وليكمل مسيرة والده الشهيد فهد الأحمد وشقيقه الشيخ أحمد الفهد، فلنتابع ردود فعل الجماهير الرياضية. I declare Sheikh Talal duly elected as the new president of OCA. فرحنا وايد، قعدنا الصبح على خبر الفوز. طبعا هو بالاخير فوز حق الكويت الحمد لله، بينه وبين المسلم كانت، ربي لك الحمد وفق الشيخ، وجدا سعداء وواثقين ان شاء الله راح تكون له بصمه ان شاء الله مثل ما كان حق والده واخوه. الفوز هذا طبعا فوز الكويت، مو فوز الشيخ طلال بروحه، والحمد لله انه ردت المياه الى مجاريها الصحيحه واخذت المسلك الصحيح، ونتمنى ان الكويت ترد مثل ما كانت ويرجع الارث لاصحابه بالاصل. بارك لك الشيخ طلال فهد على المنصب، والله يوفقه، وبالعكس الرجل مناسب مكان مناسب للامانه صراحه. اول شيء بارك للشيخ طلال الفهد على حصد المركز، ونقول له توما قرت عيوننا فيكم يا شيخ طلال. احنا نبي اساس تطور الكره الكويتيه، احنا كرتنا قاعد كل ما لها بالانحدار، كل ما قاعد تنزل ما قاعد نشوف خطه استراتيجيه، وانا قاعد نشوف خطه زينه، كله قاعد نشوف كله وعود، احنا بنسوي واحنا نخطط واحنا ما ادري شنو. زين تعتقد ان فوز الشيخ طلال على قاره اسيا ممكن ينعكس على الكويت يعني؟ اي شيء اكيد يا اخي، يكفي مخه مخ رياضي يعني على ابوه الله يرحمه، يبا هم هذول مخهم رياضه. انت يقول لك في مثل الكويت يقول عط الخبز خبازه، منصب اسيوي يحتاج الكويت وغير الكويت، فالحمد لله رب العالمين على فوز الشيخ طلال ابو مشعل، ويستاهل هالمنصب مو اليوم، من زمان المفروض هالمناصب اصلا مو عنصريه لابناء الشهيد بكل امانه. هذا يشرفنا زين كبلد وكشعب زين وكمجال رياضي زين، والشيخ طلال فهد يعني مو شيء جديد على هالمجال يعني، من زمان هو مجال رياضي، وشيء يشرف يعني، يعني فرحه لنا ككويتيين، والمنافسه ما شاء الله بين اخوان زين، ان فاز هو ولا فاز المنافس الاخر كلهم عيال الكويت. فرق 4 أصوات يعني منافسه قويه، بس اثنائهم فيهم الخير يعني بالاول والاخير المهم ان المنصب كويتي بس. والله طبعا هذه مباركه لجميع الرياضيين جميع الشارع الرياضي، اعتقد ان هذا المنصب خلاف الشخص، لكن اعتقد المنصب لما يكون للكويت هذه ممكن تكون فرصة إن شاء الله لاستعادة الرياضة الكويتية يعني ترتيبها، وإن شاء الله نعيد ترتيب أوراقنا خلال الفترة القادمة، والشيخ طلال يستاهل أعتقد هو الأكفأ. اليوم أبارك للشعب الكويتي عامة على حصول الشيخ طلال الفهد بمنصب رئيس مجلس الأولمبي، وألف مبروك للشعب الكويتي عامة، وهو الشخص المناسب في المكان المناسب. أول شيء نبارك حقيقة الشيخ طلال الفهد على هذا الفوز، وطبعا هذا الفوز مو بس حق الرياضيين، حق الكويت كلها والمكان المناسب، ويستاهلك اعلان.